عندك درس وتواجه صعوبة في توصيل المادة العلمية للطلاب؟ حاب تقدم محتوى إبداعي لهم؟ حاب يكون عندك شعار احترافي خاص فيه؟ في هذا الكورس راح نتعلم شلون تصمم فيديو تعليمي يساعدك في توصيل المادة العلمية، وراح نتعلم شلون تصمم شعار خاص فيك بضغطة زر. أقدر أتحكم بوجه الشخصية نفسها. شنو تبي؟ يعني ما شاء الله في عندك أشكال حسب ما أنت تبي، ما عندك أي مشكلة. راح نستعرض مجموعة من المواقع اللي تخدمكم في هذا المجال، وما ننسى في ختام هذا الكورس في هدية لكم. أخوكم محمد ليوب، تابعونا على كورس ستوري.